صباح الخير. صباح النور. انت منيح؟ كأنه راسي ورمان. مزبوط، كأنه راسك من امبارح لليوم كبران. أنا بعتذر عن امبارح، يعني إذا خبصت بالحكي وحكيت شي ضايقك أو زعلك أنا آسف. ما زعلتني، لا تخاف. بس شوفي، أنا بدي أسألك سؤال وماني حابة لف ودور، مشان هيك رح أسألك بصراحة. شو هو؟ اسألي. أمي مو كانت عارضة عليك إنه تشتغل معها؟ إيه. بلا. نيفين عم بتقولي هيك لأنه شفقتي علي؟ شو هالحكي هاد؟ ليش لأشفق عليك؟ ليكك منيح وما أحلاك، بس عم قلك اقبله لأنه معقول. يلا قوم البس لنلحق أمي على الفطور. هلأ؟ ايه هلأ وفوراً، بس نقعد بتقلها أنك قبلان. زهرة فائت، أنا وبنتي رح نجهز حالنا ونلبس ثيابنا الحلوين ونروح لعند تيتي. شو رأيك؟ طيب. ولا رح لبس لبنتي ثيابا حلوين. وي 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 عوزما استنوني اجيك. صباح الخير عمو مجد. صباح الخير عمو مجد. صباح الخير عمو مجد. صباح الخير عمو مجد. صباح النور. ما بدك توصلنا اليوم عمو مجد؟ ما رح يوصلنا، ما رح يوصلنا، من الروح مشي. يقبشني أنا. يلا الله معك. أنا يا أمي، بس أنتي من فترة كنتي عارضة علي شغل، يعني اشتغل بشركة من شركاتك، يعني كمحامي. متذكرة هالشي؟ معقول انسى هالموضوع؟ أنا فكرت، كمان نيفين حكت معي، إذا لساته عرضك قائم فأنا موافق عليه. وأخيرا فرحتني كتير يا غسان، كتير فرحتني، لأنه شغلك معي رح يفيدني، وجود شخص موثوق جنبي بالشغل رح يخليني ارتاح. أنا رح زبط الموضوع، وبظن خلال كم يوم رح تقدر تبلش بالشغل. تسلمي. على خير إن شاء الله. ألف مبروك، لازم توقفوا جنب بعضكم دايما، بالجمعة بتكتر البركة. والله هلأ طمنتوا لي قلبي. مبروك يا صهري، أنت من اليوم صرت محامي العيلة. وأخيرا طلع صوتك؟ تأخرت بالنوم، بتعرفي الفن وسهراته، وهلأ في عندي بروفا. أمي بدك وصلك طريقي؟ وخدني معكم كمان. خير أمي؟ ليش لوين رايحة من الصبح؟ أنا بدي روح شوف علي شوي، ما بطول. بابا رجع على بيته؟ رجع. أمي إذا رحتي مين بده يدير باله على مصطفى؟ ولا رح تاخديه معك؟ منضل أنا وغسان، في عنا وقت، ننتبه عليه لترجع تيتي. الله يرضى عليك يا بنتي يا نيفين.